واحد من نجوم الاتحاد السكندري، واحد من نجوم الزمن الجميل، واحد من اللي كانوا دايما بيتألقوا بيصولوا بيقولوا في مباريات الاهلي والاتحاد، نجم الاتحاد السكندري الكبير الكابتن عبد الفتاح الجارم. منورنا يا كابتن جارم. الله يكرمك يا كابتن، مساء الخير يا كابتن اسامه، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله. شايف النهارده مباراه الاهلي والاتحاد ازاي؟ خاصه ان دايما مباراه الاهلي والاتحاد السكندري مباراه بينتظرها كل جماهير الكره المصريه. انا بنتظر كالعاده ماتش مباراه فيها تنافس من اجل الثلاثه بونت، لكن بتسودها الروح الرياضيه والمحبه. أيوة. لان نادي الاتحاد مع النادي الاهلي تاريخ قديم قوي قوي من المحبه ومن الصداقه، لكن التنافس الشريف على مين يكسب دي في الاخر الفرقه الاحسن بتكسب، وبنقول له اللي كسبان بنقول له مبروك، واللي خسران بنقول له هارد لك. ذكرياتك الحلوه يا كابتن جارم، ذكرياتك الحلوه بقى في مباراه الاهلي والاتحاد. الذكريات الحلوه دايما ماتشات الاهلي بتعدي ما بيبقاش فيها مشاكل، في يعني في محبه وفي تنافس شريف. بقول لحضرتك اصدقائي وانت ادرى طبعا، والعلاقه الطيبه بين مجلس اداره الاتحاد والاهلي ممتده عبر الزمان، وزادت بوجود طبعا الكابتن بيبو والاستاذ محمد مصلحي، بتشهد يعني احترام متبادل ومحبه. وبرضك بس انتوا بس ما بترضوش تدونا لعيبه بقى يعني ازاي؟ الاهلي والاتحاد حبايب دايما، حبايب طول عمرنا يا كابتن، والتنافس الشريف حلو قوي قوي في الرياضه حقيقه. فقدنا من فتره قصيره واحد من نجوم الاتحاد الكبار، كابتن شحته. كان راجل عظيم يا كابتن جارم. الله يرحمه الكابتن شحته، انت ادرى ما انت والكابتن بيبو، انت رحت له البيت يا كابتن، حاجه يعني الله يرحمك يا كابتن شحته، حاجه من فلتات الكره المصريه والافريقيه، الله يرحمه. الله. فاكر مشاركه الكابتن الخطيب في مئويه الاتحاد؟ في المئويه كان هو الاستاذ محمد مصلحي قال للكابتن بيبو تيجي تحضر المئويه، قال له لا وانزل اسنتر الكوره، وكان مع مرحوم الكابتن شحته. ما بقول لك العلاقه قديمه قوي ومحبه واحترام طول عمرها مع الاهلي، وباذن الله تستمر. معانا دلوقتي على الشاشه وانت بتتكلم يا كابتن جارم كابتن خطيب، ونزل مع كابتن شحته وضربه البدايه وجماهير الاتحاد في المدرج، وحاجه جميله وروح حلوه، حاجه منظر. هو اللي دايما اللي بيجمع بين الاهلي والاتحاد، وفي الصوره كابتن خطيب وراح لجماهير الاتحاد، ويعني ايوه بيشجعوه بيبو. بيبو تعالى بيبو. طبعا طبعا. بيبو شخصيه محبوبه وجميل، وربنا يديله الصحه يا رب. ودايما كده الاتحاد والاهلي اخوات، والمنافسه الشريفه دي حاجه تانية في الملعب، لكن بره اطار الملعب احنا اصدقاء. يعني انت عارف طبعا مصطفى عبده واكرامي ومختار وشطه وزيزو، وطبعا بيبو يعني بنزور بعض، وانتوا بتجونا واحنا بنجي لكم، وانت اضرب الكلام ده الحمد لله. حبيبي يا كابتن جارم، يعني انا سعيد ان كنت معانا النهارده، واحد من نجوم الزمن الجميل. ان شاء الله يطلع جميل كده باذن الله، ويتسم بالروح الرياضيه ان شاء الله باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا، نجم الاتحاد السكندري الكبير كابتن عبد الفتاح الجارم.